اما او عقيده كفريه كوا ابن تيميه دائما زاندو وهابي كان بري بيدنو لسري اروانو اي خوانو بلاوي كانوا بناوي بيرو باوري سلفي صالح هر کس یک جبلی خوای پرورگا بذاتی خوی لسر عرش دانش تو او حسابی خوا و خوی وگی لک کردو حسابی خوا و خوی وکی کردو حالا من چون دانشم خوا جا و دانش خوا پنامه دو کاتی خوی بن تیمیه اوتی کاتی خوی بن تیمیه اوتی خوا من چون دانش تو ما استا خوا آف دانش تو حالا خوا لکتی و کانی نه تو با اکم شر نیه همش تلکتی و کانی خوا عتبی دیگه اما تاریخ ایجارت ها تاريخه رحلة ابن بطوطة هي رحلة كتابي تيع قولوا عظيمة أم ابن بطوطة قرابة هر والله تيكا تشتي عجائب وسيري بين بين سيوتي ودي تشمنا ودي مشقة ومزقوتي أما ويسمي أم برادر أقصاك أي ابن تيمية أقصاك والله أخوا وق من داني شو تي خلقه ودي جاني ببرد ودار وتي أم قصة قرتي بردرو دري أنكت أول إهانة بتغمر كان صلى الله عليه وسلم يعني بيغمرة كان إذن امتيازة كنية مقامة كنية ابن تيمية نوسي بيسي هيز امتيازة كنية أما شفاعة كنية امتياز خلاصة الله همو دركو أما همو آيات القرآن توصيد بيغمرة كأواز امتيازة كنية خوشي يزين من حديث القرآن فقدروك بخوا نيماني بحديث نيماني بقرآن هي سكتة ورسك إسقاطي خستني شيخ الإسلام ابن تيمية ولا بلام زور قولت يعني خو قابلة شاخ ب ب ب وكدري بشاخي بزنينا روخي ونيا إذا أنا هاد الخوان لو شاخي ده يعني إسقاطي أجا هوب كان إيه شيخ الإسلام ابن تيمية كله برتاي خالتي ناشي يمكن أجا نا لبروي سو إستا يك موضوع يبي مخش تنزي بالاستاني دراب كشام سو العلماء فرمي على شيخ الإسلام يتشوف فرمي على معاليك ولا بسفيان درجة في اثنين كم يوم بكر دوا حتى وكل السنة والقرآن رانا وستي في اثنين يعني الأهل بدع لمعاويه دين الجولة أو روما تيان كده درجة إيش كان ده لا شيخ الإسلام ابن تيمية ودين الجولة لذا لا شيخ الإسلام ابن تيمية